عرسك هيدي الصيفيه كثير منيح. كيف لازم تهتم ببشرتك لحتى يكون نهار عرسك بشرتك غير شكل؟ اول شغله لازم الاهتمام ببشره يكون قبل بشهرين من العرس. اذا عندك مشاكل جلديه لازم تشوفي طبيبك قبل بشهرين لحتى تحسن بشرتك نهار عرسك. اما اذا ما عندك مشاكل بالجلد، الاشياء اللي لازم تعمليها لازم تستعملي فيتامين سي كل يوم، ترطبي كل يوم، تستعملي سان سكرين. قبل بعشرة ايام من العرس ما لازم تعملي ولا تريتمنت للبشره لحتى اذا كان عندك حساسيه على شيء معين ما بتوصلي على العرس وجهك محسس. اذا بتحبي تعملي ماسكات اعمليهم قبل بجمعتين لحتى تتفادي هذه المشكله. لهون نوصل لنهايه حلقتنا، اكيد ترقبونا بيها حلقات جديده ومواضيع جديده. للي كل عم يتجوزوا مبروك.